السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو مختلف، سويت لكم فيديو تحفيز للطالب اللي يقول ما عندي واهس واللي يقول ما ألحق وامتحاني بعد يومين. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، فيديو بسيط جدا. فأول مرة امتحانكم يوم السبت 20/3، هذا الامتحان ما يتأجل، يعني الموعد ما يتأجل، هذا قرار رسمي من وزارة التربية وحتى وزارة الصحة، يعني وافقت عليه واللجنة النيابية وافقت عليه، يعني ما يتأجل. فالطالب اللي يقول أنا تعبان من وراء قراراتهم وأني يعني ما عندي واهس وأني ما لحق وكل شيء ما قاري وشلون أبدي، فمن هاللحظة يعني أول ما تبدي بأسئلة نهاية كل فصل تقرأ شنو؟ أسئلة نهاية كل فصل، لأن قبل فترة وزارة التربية يعني انطت قرار وقالت 80% راح يجيبون الأسئلة من هذا الأسئلة من نهاية الفصل، كل فصل عيني 80%، يعني هواية 80% و20% من يعني مو من الأسئلة من الفصل. فأول ما تجون من هاللحظة أطلع دفتر المسودة وقلم واطلع الكتاب وابدي من اسئله نهايه الفصل ويم اليوتيوب يعني هوايه اساتذه. وبعدين اكو مدارس يعني نزلت مرشحات عدت لي، واذا يعني ما منزله اكو صحيح مدارس ما منزله. انا نزلت كل المواد من الاول ابتدائي لحد السادس اعدادي، منزله مرشحات ومنزله نماذج ومنزله فيديوهات موجودات بقوائم التشغيل، وإن شاء الله يعني موجودة، إيش تحتاجون بس علقوا لي. فيعني شيل الفقرة هاي مال ما ألحق وما عندي واهس شيلها، لأن ماكو يعني ما تسوى بعد، بعد يومين، بعد يومين من هاللحظة اقروا واستغلوا هذه الفرصة، ويعني وهذا استغلوا هذه الفرصة لا تفوتوها، لأن احتمال بعد كم يعني ورا ما تمتحنون نقول لكم هاي قرارات، يعني كل شيء يصير هاي نهاية هاي نص السنة وينتهي العام الدراسي، يعني نقول احتمال مو أكيد. قالوا قبل فترة نزلنا خبر على قناتنا وقلنا حسب الموقف الوبائي، ها عيني. ويعني راح تكون الأسئلة سهلة جدا لأن وزارة التربية صحيح فاجأتكم، وراح تكون يعني التصحيح راح يساعدوكم بالتصحيح، وراح يعني يعطوكم احتمال يعني مش شلون العام من يعطوكم 10 درجات قرار لكل مادة، فيعني ماخذ 40 يسووها 50 يعني. وقروا ان شاء الله، لا تقولون ما عندي واهس، لا تقولون ما جسمه، قروا من هاللحظة ان شاء الله، وخلصوا قبل رمضان، خلصوا الامتحان قبل رمضان وسهروا. مثلا اقعد يعني حتى بثلاثة بالليل الثنتين بالليل واقرأ عيني، واقعد ثاني يوم الصبح اقرا زين. وبالنسبه لي اكو من التعليقات، بعض التعليقات يقولوا لي اريد الجدول، ماماتي هو مو يم الجدول، هو الجدول كل مدرسه تنزل الجدول مالتها، واكو ما اعتقد لحد الان ماكو جدول، نزلت المدارس كلها عدت للجدول، واكو يعني مواد حفظوا المواد، اكو تقليص، ويعني واكو تقليص يعني بالمناهج قبل فترة نزلناها وحفظوا المواد، يعني الحمد لله والشكر، لا تأيسون يعني اقروا واستغلوا هاي الفرصة وان شاء الله تخلصون، وان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم، واسفين على الإطالة، وبالتوفيق يا ربي.